النهارده طبعا اول يوم لمعرض الكتاب. معرض الكتاب بالنسبه لنا عرس سنوي، كل سنه بنيجي بنحتفل بالاجواء الجميله. السنه دي يعني انا لسه اشتريت بعض الكتب، لكن لازال بعض الاصدارات حاول اخد فكره عنها. الحقيقه انا اتفاجئت ان الاقبال شديد جدا، دي معناها ان احنا الحمد لله كشعب مصري بيحب الثقافه، فحقيقي اتفاجئت. وعاملين حاجة كويسة جدا للكبار السن، لأن الدنيا كان زحمة جدا برا، ما عرفناش نقف على التيكتس خالص، فالخدمة ممتازة الحقيقة. والمجموعة الكتب الموجودة حتى الآن اللي شفتها أنا بقالي زي نص ساعة فقط، حاجات قيمة جدا كالعادة. زي كل سنة بنيجي نشتري كذا رواية كده، كذا كتاب. السنة التنظيم لطيف، الدنيا لطيفة، التنظيم مبارزة نفسه حلو، الدخول سلس على فكرة. يعني في بره هنا عند قاعة واحد صح زحمة شوية، بس بقت القاعات سلسة، وفي إنجاز حتى في التذاكر وفي التعامل، وإحنا داخلين برضو كانت الدنيا لطيفة جميلة. هو المعرض لطيف جدا، منظم، التذكرة أونلاين فأنا حجزتها ودخلت على طول. الكتب تقريبا انا معظم الحاجات اللي انا كنت عايزاها لقيتها بسهوله، يعني في فرايتي او يعني مختلف الانواع من الكتب، ظريف. فاوفرول الدنيا حلوه الحمد لله. الكتب موجوده بتنوع كثير، منها الثقافيه، منها الدينيه، منها الترفيهيه، منها تاريخيه، كتب اطفال، كله موجود. واعتقد اسعار برضو في بعض الدور عامله خصومات كويسه، واعتقد ده يساهم ان احنا نعرف نشتري اكتر واكتر. ما شاء الله المعرض جميل، فيه معرض معروضات كثيره متنوعه، في اسعار في متنوع للجميع. اشترينا بعض حاجات في متنوع للجميع، بتبدا من 10 جنيه قدرنا ناخد منها يعني لبعض الاطفال حاجات مفيده. يعني الاولاد بفضل الله مبسوطين، ولان خاطر التنظيم على اعلى مستوى والدنيا جميله جدا والنظافه والمكان جميل، والاسعار في يعني الحمد لله هي في 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 المتوسط يعني وفي المعقول. معرض الكوهره جميل وفي حاجات جميله، والاطفال وللكبار برضو في قصص متنوعه للاطفال. اشتريت دي عن حياه الصلاه، عشان مثلا لو انا بنسى الصلاه اعمل الشكل ده، فلو انا صليت اعمل الشكل ده. وبرضو اشتريت قصص عن اللي هو السيره النبويه. حاسس ان انا مبسوط جدا، والمعرض جميل جدا وفي كتب جميله وحاجات انا اشتريت حاجات عن السيره النبويه. النهارده اول يوم في المعرض، صراحه بالنسبه لنا الاقبال عظيم جدا بالنسبه لاول يوم. طبعا اغلب الناس خلصت الامتحانات، فده كان واضح جدا عندنا ان الايه الاقبال كان ممتاز جدا الصراحه. حتى الان يعني احنا ما زلنا في الساعات الاولى من المعرض، فالمعرض من الحاجات العظيمه في الدوره ال 54. بالنسبه للتنظيم نفسه، فالتنظيم من الحاجات العظيمه جدا برضو ان احنا قابلناها النهارده، ومن اول ما ابتدينا شغل في المعرض. احنا طبعا لسه في البدايه، ما نقدرش ندي مؤشرات نهائيه على المساله اللي زي دي، ولكن يعني البدايه مبشره. طبعا احنا شايفين ان في اقبال كبير جدا على البوابات بره، وطبعا احنا لسه في الساعات الاولى، ولكن يعني البوادر مطمئنه وتكاد تكون مبهره ان شاء الله.